أبطال أوروبا هو النجم العربي الجزائري اللي بنتشرف بيه الكابتن رابح ماجر. كابتن رابح برحب بحضرتك. مساء الخير، أهلا بيك. إزاي حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله يا رب. شرفنا ومنورنا على قناة الأهلي، وطبعا يعني حضرتك فخر للجزائر وفخر لينا كلنا كعرب، وبنتشرف بوجود حضرتك على قناة النادي الأهلي يا كابتن رابح. نحييكم ونحييكم للشعب المصري. طبعا في البداية عايز أكلم حضرتك في قرعة أمم أفريقيا في مصر 2019، وعايز أعرف من حضرتك رأيك وإيه اللي حضرتك شايفه من خلال بطولة قوية هتنظمها مصر إن شاء الله، وشايف مين أبرز المنتخبات اللي ممكن تحصل على لقب أفريقيا 2019 في مصر إن شاء الله. نعم أكيد ستكون بطولة قوية جدا مع منتخبات المستوى الكبير، ويكون منتخب عنده طموح الفوز بهذه البطوله الافريقيه الغاليه، منتخبات قويه مثل المنتخب المصري الذي ستكون كاس افريقيا في مصر. المنتخب المصري عنده كل الامكانيات والحظوظ ايضا بالفوز بهذه الكاس في مصر على الجمهور، وايضا عندنا ايضا منتخبات قويه ايضا مثل نيجيريا والكاميرون والسنغال وحتى ايضا الجزائر ومصر وتونس. يعني كل هذه المنتخبات يعطوا دفع كبير لهذه البطوله الافريقيه في مصر، وكل واحد عنده كل امكانيات الفوز بهذه البطوله. كابتن رابح، يعني هاخد حضرتك بقى لاوروبا والدوري الانجليزي، وعايز اعرف راي حضرتك في اثنين من اللعيبه عرب، واحد من الجزائر وواحد من مصر. الاول طبعا رياض محرز، وعايز اعرف راي حضرتك فيه في المستوى اللي بيقدمه مع مانشستر سيتي، وايضا مع نجمنا المصري محمد صلاح اللي بيقدم موسم رائع ايضا مع ليفربول، وفي سباق مع السيتي على لقب الدوري، وايضا في سباق على لقب الهداف مع سيرجيو اجويرو. عايز اعرف راي حضرتك في الاثنين لعيبه. نعم اكيد في اثنين لاعبين في الدوري الانجليزي، صلاح ومحرز، اثنين لاعبين سفراء الكره العربيه، ولحد الان الحمد لله شرفونا بحضورهم في الدوري الانجليزي، وسيكونون ايضا حاضرين في كاس افريقيا في مصر، وهكذا النجوم يعطوا دفع كبير للبطوله. صلاح لاعب ممتاز، والذي يفعله مع فريق ليفربول ممتاز جدا، وخاصه الفوز الاخير على فريق فورد في الشامبيونز ليج في مقابل صفر. محرز نفس الشيء مع مانشستر سيتي، حتى لو ماهوش اساسي ولكن لاعب عنده اهميه كبيره في ناديه، وان شاء الله مع كل هذه اللاعبين النجوم ان شاء الله كاس افريقيا المقبله ان شاء الله في مصر تكون ناجحه ان شاء الله بالنجوم اللي ممكن يكونوا موجودين في كاس افريقيا هذه. كابتن رابح، هسأل حضرتك سؤال صعب شويه، هو خاص طبعا بدوري الابطال، حضرتك واحد من النجوم العرب اللي حملوا لقب دوري الابطال، عايز اعرف هل ممكن نشوف لاعب عربي يحقق نفس الانجاز اللي كابتن رابح ماجر حققه؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، حضرتك شايف هل الزمن اللي كنت حضرتك موجود فيه او الجيل اللي كنت حضرتك بتلعب معاه في التوقيت اللي حضرتك كنت موجود فيه اصعب من الاجيال الحاليه، او اصعب من مواجهات دوري الابطال الحاليه، ولا الزمن الحالي بالنجوم اللي موجودين بالتكنولوجيا اللي موجوده هي اللي ممكن تكون اصعب من الفترات اللي حضرتك كنت موجود فيها لما حققت بطوله دوري ابطال اوروبا؟ نعم والله بكل صراحه يعني وبكل تواضع، اعتقد في وقتي في سنوات الثمانينات الشامبيونز ليج يعني كانت اقوى وكانت اصعب مما يقدموه الان اللاعبين، لان في سنه الثمانينات يعني كان القانون ما يفتحش للاعبين الاجانب للفرق اللي يلعبوا فيها الا اثنين لاعبين اجانب، يعني اثنين لاعبين اجانب في كل فريق يعني اوروبي، هذا صعب لازم تكون انت الافضل من كل اللاعبين الموجودين في الفريق. الان كله عكس، كل العكس مع القانون بوسمان، يعني الفيفا والاتحاد الاوروبي فتحوا الابواب لكل الاجانب ولم يعتبرون كلاعبين اجانب في الانديه، يعني لما تشوف تشيلسي تقريبا كل اللاعبين يلعبوا في الفريق كلهم اجانب، في مانشستر سيتي نفس الشيء. هكذا سهل الى اللاعب العربي وسهل الى اللاعب الافريقي ان يكون اساسيا في الفريق، وهكذا يعني اعتقد الان الشامبيونز ليج واللاعبين الاجانب سهله كثير اللاعب يلعب ويتطور وايضا يثبت مستواه في الفرق الكبيره، على عكس اللي احنا عايشين فيه في الماضي في سنوات الثمانينات الفرق الاوروبيه تاخذ الا اثنين لاعبين اجانب. كابتن رابح، هتكلم مع حضرتك على دوري الابطال الموسم الحالي، وكلنا شايفين ان برشلونه واليوفنتوس توتنهام السيتي شفنا لقاءات قويه جدا، هل حضرتك شايف مين ابرز الناديين اللي ممكن نشوفهم في مواجهات المباراه النهائيه ما بين، طبعا في دوري الابطال شفنا ليفربول وشفنا بورتو وشفنا توتنهام ومانشستر سيتي، وايضا شفنا اليونايتد
وبرشلونه واياكس امستردام واليوفنتوس. هل حضرتك شايف ان اليوفنتوس قادر مع رونالدو بالفوز بدوري الابطال، ولا برشلونه مع ميسي والتالق الكبير اللي ظاهر على الفريق ككل بالنجوم اللي موجوده في الفتره الحاليه قادرين على الفوز، ولا ممكن نلاقي فريق غير الفريقين اللي بنتكلم عليهم هو اللي بيفوز بدوري الابطال لموسم 2019؟ نعم يعني شوف تابعنا البطولات الاوروبيه يعني تشامبيونز ليج، وشفنا المباريات الاخيره، وشفنا شفنا التالق ليفربول امام بورتو بهدف مقابل صفر، شفنا الفريق سيتي رغم الخساره على توتنهام بهدف مقابل صفر، ولكن سيتي يبقى من واحد من افضل الفرق في التشامبيونز ليج، وهو عنده كل الامكانيات ان يفوز في المباراه المقبله امام توتنهام. شفنا اليوفي النتيجه الايجابيه اللي عملها في ملعب اجاكس امستردام، وايضا فريق برشلونه. اعتقد ان في هذه الفتره هذه ان شاء الله نشوف انا مرشح ثلاث فرق وهم برشلونه جيفانتيس وايضا مانشستر سيتي. هل يا كابتن رابح ان بطوله دوري الابطال وبطوله الدوري الانجليزي وايضا كاس الاتحاد الانجليزي وكاس الرابطه اربع بطولات بيشارك فيها مان سيتي بكامل القوه الكامله والقوه الضاربه للفريق، هل ده ممكن يكون سبب ان بيب جوارديولا مع فريقه على نهايه كل موسم ممكن بيودع بطوله دوري الابطال من دور الثمانيه زي ما ودع الموسم الماضي امام فريق ليفربول؟ هل ممكن يكون كثرة المشاركة في البطولات هي سبب إقصاء مانشستر سيتي وعدم تركيز في بطولة كبيرة جدا ومهمة زي دوري الأبطال، ولا هناك عوامل أخرى ممكن تؤدي إلى خروج السيتي المحتمل بعد خسارة من توتنهام 1-0 في اللقاء الأخير على ملعب الوايت هارت لين؟ والله شوف كل شيء ممكن، لأن دائما التكهن صعب، ولكن لما نشوف مانشستر سيتي خسر هدف مقابل صفر أمام توتنهام، ولكن مانشستر سيتي فريق قوي جدا يملك لاعبين مميزين، أي لاعب يعني قادر في أي لحظة يغير مصير المباراة، لهذا أنا أقول لك مانشستر سيتي هذا الموسم قادر يروح بعيد، ولكن شفنا نقول دائما ولكن شفنا قوة اليوفي وبوصول اللاعب رونالدو، وأيضا برشلونة شفنا برشلونة أمام فريق مانشستر يونايتد من سنوات وسنوات، مانشستر يونايتد يعني ما يخسرش في ملعبه أمام جمهور أمام فريق برشلونة في الشوط الثاني، ولكن عملها فريق برشلونة هذه المرة فاز على مانشستر يونايتد في مانشستر يونايتد، لهذا قلت لك أنا برشلونة اليوفي، وممكن نتكلم أيضا على مانشستر سيتي، هذه الفرق اللي ممكن يروحوا بعيد في الكأس الرابطة أو حتى النهائي الشوط. كابتن رابح بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله هنستنى حضرتك في مصر ان شاء الله بلدك الثاني علشان تكون موجود في فعاليات كاس الامم الافريقيه مصر 2019. دي كانت مكالمه مهمه جدا جدا مع واحد من نجوم الجزائر ونجوم العرب ونجوم